ليش هذا يا ابو الخلد؟ بوكيه ورد. شو عم تحكي انت بشرفه؟ منيح اللي قلت لي فكرت ابيع بقدونس. لا لا بوكيه ورد. ولا عارفين انا بوكيه ورد بس لمين اخذها يا غشيم؟ شو لمين؟ لامي مع عيد الام. فو عليك يا بلا اخلاص يا بلا وفا يا بلا احترام. لما بدي ياخذ بوكيه ورد لامه بعيد الام بيقول كلها اكثر من هيك كمان بدل ما اجيب لها ذهب الماس لهيدي ام لي ابو الخل هيدي ام لضحت بحياتها كلها كرمالك لي ابو الخل. والله معك حق معك حق لو فشخر بتعرف لو بدي بيع كله وتبي تجيب لها ذهب لامي يا عيني عليك هيدا حكي هيدا البيكيه وروح لحو محل الماس هون بالوجه دخلك ابو فشخه انت شو رح تاخذ لامك؟ والله امي بتحب الورد رح اخذ لها هالبيكيه هيك هيك انت رح تجيب لها ذهب. شو عم تحكي انت؟